ثواني اتفضلي. ناخد كمان الاستاذ عبد المنعم امام، عضو مجلس النواب. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك يا بحضرتك. اميره. طيب انا دلوقتي كنت بتكلم مع دكتور ياسر على التعديلات اللي في ضريبه الدخل، وبنتكلم كمان على الرسوم الاضافيه اللي يمكن عملت حاله جدل الفتره اللي فاتت. لو حضرتك حابب تقول على رسوم التعديلات اللي في رسوم الدخل دلوقتي، اللي هو اللي اكتر من الدخل السنوي اكتر من 1,200,000 هيبقى عليه ضريبه 27.5%، ال 400,000 هيبقى عليه 25%، وهتبقى كده تصاعديه. والرسوم كمان اللي حصل عليها جدل الفتره اللي فاتت، اللي هي على السلع الاستفزازيه او على الملاهي او كذا او كذا، تعليق حضرتك ايه؟ اتفضل. يعني بطبيعة الحال أنا كان موقفي واضح في رفض القانونين بشكل قاطع من حيث المبدأ. أنا شايف إنه حتى بالتعديلات اللي أتت بها الحكومة أنا كنت منتظر أشياء أخرى، وفنت وجهة نظري كالآتي فيما يتعلق بالضريبة على الدخل. أنا قلت ببساطة شديدة إنه المليون جنيه دول اللي هو بيطبق عليهم 27.5 دول كانوا في 2016 بيجيبوا 100,000 دولار، النهارده بيجيبوا 30,000 دولار. وبالتالي ما اقدرش اقول انه ده بقى حاجه للاغنياء، دي حاجه بقت في اطار الطبقه المتوسطه العليا. وقلت ان الطبقه المتوسطه العليا دي لا بتاخد تعليم مجاني ولا بتتعالج في مستشفيات الحكومه، بالعكس هي في كل مصاريفها هي اللي بتصرف ولا تاخد شيء، وعمالين نحمل عليها اعباء شديده جدا من وقت اطلاق الاصلاح الاقتصادي. وبالتالي انا كنت شايف انه هذا امر فيه غير محله، وان احنا لو عايزين نطبق في مصر وفقا لتقرير فوربس بتتكلم على انه فيها ما يقرب من 78,000 شخص يملكون كل واحد منهم اعلى من 5 مليون دولار، فقلت لو عايزين نجيب موارد نقدر نفرض على دول ضريبه ثروه، لكن انا لا امثل الطبقه المتوسطه المصريه. وعلى الناحيه الثانيه انه رغم انه في زياده في حد الاعفاء للاشخاص، لكن برضه ببساطه شديده حد الاعفاء كان قبل كده 21,000 ودلوقتي 36,000. ال 21,000 دول في 2005 كانوا 3,000 دولار، يعني ما قيمته النهارده 100,000 جنيه. وبالتالي انا يعني مش شايف ان دي حاجات تتوقف مع القوى الشرائيه دي والوضع الحالي اللي موجود، وعشان كده انا رفضت قانون ضريبه على الدخل. وطبعا قانون الرسوم انا بشكل واضح عندي وجهه نظر مبدئيه انه انا كقطاع خاص ملزم اني ادفع ضرائب، ملزم اني ادفع ما يتعلق بتامينات اجتماعيه، بضريبه قيمه مضافه، لكن لست ملزما ان انا ادفع رسوم لتنميه موارد الدوله. ده قانون وضع في 84 في ظروف معينه كانت فيها البلد في وضع اقتصادي حرج للغايه، وانتهت هذه الظروف والاصرار على انه انا كل شويه بلجا لهذا القانون اللي هو بطبيعته للاسف قانون سيء السمعه من لحظه صدوره، وزود على الناس وادرك حاله السوق، وما عادش في حاجه اسمها سلع استفزازيه او سلع غير استفزازيه، لان في الاخر هذه السلع هناك مصانع في مصر بتشتغل على هذه السلع وبتستخدم مصر سواء كان للترويج للسوق المصري او لاسواق مجاوره. وبالتالي انا كده لما بفاجئهم باي ارتفاع في الضريبه باي شكل من الاشكال، وخاصه انها ضريبه غير مباشره لا يؤدى امامها خدمه، فانا في رايي ان احنا بنرتكب خطا شديد جدا. يعني حضرتك شايف ان بالقانون ده كده ممكن نيجي على الطبقه فوق المتوسطه. الايه؟ الفوق المتوسطه، يعني المتوسطه وما اعلى المتوسطه. متوسطه. وشايف ان احنا لو عايزين ناخد من الطبقه الغنيه ان احنا نعمل ضريبه على الثروه بشكل عام. ده المناهج اللي بتعمله اعلى الدول حتى الراسماليه، يعني النهارده انا ما قيمته 5 مليون دولار، يعني حوالي تقريبا في كمان ممكن اللي فوق 100 مليون جنيه انا هاخد منه ضريبه اسمها ضريبه ثروه. لكن انا النهارده اللي انا بعمله النهارده ممكن تبقى قد ايه الضريبه اللي هتتحط على الثروه دي يا فندم؟ الو؟ طيب فصل معايا دكتور ياسر؟ الو؟ دكتور ياسر؟ ايوه معانا؟ معاكي. ايوه سمعت الاستاذ عبد المنعم امام قال ايه؟ طبعا قال ان احنا ممكن نحط ضريبه على الثروه. لا انا قصه الضريبه على الثروه دي يعني ده كان زمان في العهد الاشتراكي، لكن يعني الضريبه على الثروه دي مش مقبوله. لكن في ضريبه على اللي الناس بتكسبه، هو ده المعقول، اللي بيشتغل وبيكسب بيدفع الضريبه اللي عليه. لكن انا عشان اقول على الناس على ثروتهم ده كلام مش منطقي دلوقتي. بس طبعا احنا طبعا في المجلس كل واحد له رايه، واخويا الغالي النائب عبد المنعم يعني كان رأيه رفض القانون من الأول، وبالتالي هو يعني مش مقتنع بالقوانين من أساسهم الاثنين.
لكن طبعا انا بحترم رايه، لكن انا بختلف معاه في قصه الضريبه على الثروه دي. احنا مش في هذا الجو في الوقت الحالي نهائي انه يتعمل. ليه؟ ما ينفعش انا افرض ضرائب على ثروات الناس، فالناس بتدفع ضرائب عليها، هتبقى ضريبه مزدوجه متكرره، ما ينفعش. هو بيقصد انه الطبقه الغنيه جدا، لو احنا فعلا عايزين ناخد منها وندي للناس، ان هو هيبقى يحصل تكاتف بيننا دلوقتي عشان خاطر الدنيا تقوم ونسد العجز اللي موجود. أيوة، فممكن نعمل ضريبه على الثروه. يعني الطبقه دي بتشتغل وبتعمل شغل وبتدفع الضرائب اللي على الشغل بتاعها، مش مطلوب منها تدفع ضرائب بره تاني، اسمه ازدواج ضريبي. الكلام ده اسمه ازدواج ضريبي. ما ينفعش نهائي ان ناخد من واحد مرتين ضرائب. ايوه كلام. أيوة. مش ممكن يعني، وغير مقبول. ماشي يا دكتور ياسر، برضو معلش هستأذنك تستنى معايا. سيادة النايب، سيادتك استنى، حضرتك قلت دلوقتي نحط ضريبة على الثروة، اللي هي ممكن تكون قد ايه مثلا يا فندم؟ بص يا فندم، انا ده هذا امر، اولا هو ليس حاجة ليها علاقة بالفكر الاشتراكي، انا راجل ليبرالي وفي حزب ليبرالي وحزبي كمان جزء من الليبرالية الدولية. اول ما نطبق هذا الامر كانت الولايات المتحدة الامريكية في ازمة كورونا. وعلشان يعملوا تحوط اتجاه الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة، عملوا ضريبة على الأغنياء وسميت ضريبة الأغنياء، وفي بعض البلاد سميت ضريبة الثروة، إنه الأكثر غنى اللي بيعدي بلاد زي إيه اتنفذت فيها الضريبة دي يا فندم؟ ممكن 1% أو 2% كدعم لده، وعشان ما جيش على هذه الطبقات. وهو ده دايما اللي إحنا بنقول عليه. يعني أنا ضربت قبل كده مثال داخل البرلمان بما يتعلق بشرائح الكهرباء. في شرائح الكهرباء حضرتك لو جيتي بصيتي على الزيادات التي تمت من 2016 حتى هذه اللحظه، هتلاقي ان الشرائح الاولى الاربعه الاولى زادوا بنسبه 600 وحاجه في المية، لكن اكبر شريحتين اللي هم بيستعملوا من الاغنياء زادت بنسبه 200%. وبالتالي اللي انا بقول عليه، انا النهارده لما ابقى في اوضاع زي دي يجب ان يتحمل الفاتوره الاكثر غناء والاكثر ثراء، وان انا ما اجيش على الطبقه المتوسطه اللي في رايي ان هي تحملت كل العبء خلال السنوات الماضيه، لانه بالعكس الفقراء احنا عملنا لهم برامج حمايه كتير جدا، وعملنا لهم ما يتعلق بحياه كريمه وغيرها وتكافل وكرامه وغيرها، لكن الطبقه المتوسطه دي احنا في كل الحاجات بنيجي عليها، في كل التقديرات بنيجي عليها، وهي اكتر طبقه متضرره، وكل ما بنشتغل على انه هذه الطبقه بتقل فده خطر على المجتمع المصري، لان انا بعتبر انه هي صمام امان هذا المجتمع. احنا النهارده اهم طبقه موجوده اللي بيطلع منها كل الكوادر، وهي كمان الطبقه اللي بتعمل تشغيل وبتعمل حاله ان الناس تقدر تشتغل. حضرتك اخر تقرير انا حتى كنت اصدرت في ورقه من اسبوعين عن موضوع الطبقات في مصر، اتخلق طبقه الان ما عادش في طبقه متوسطه وطبقه فقيره، بقى في طبقه فقيره وطبقه هشه وطبقه متوسطه. والطبقه الهشه والفقيره النهارده بكل التقديرات اللي في الدنيا، ودي اقل التقديرات حتى ما قبل التعويم الاخير، بنتكلم عن 53% من المجتمع المصري. طيب ما هو احنا النهارده، انا النهارده عمال بزود في هذه الطبقات وبخلق طبقه ما بين الفقير والمتوسط وطبقه هشه، عمال بنزل متوسط فيها بسبب الاستمرار والتاكيد على هذه النظره في التعامل مع الطبقات ممكن المصرية. ممكن اسال حضرتك حاجه بس عشان ببساطه، ال 21,000 جنيه حد الاعفاء اللي كان في القانون القديم في 2005 لما صدر كانوا بيسوا 3000 دولار. النهارده ال 3000 دولار دول ب 110,000 جنيه، والحكومه جايه بتكلمني عن 36,000 جنيه حد اعفاء. يعني المساله في الاخر محتاجه رؤيه مختلفه، ومحتاجه تعامل مع الجمهور بشكل مختلف، لانه الجمهور الان يقرا ويعرف وبيشوف تجارب بره وبيشوف ايه اللي بيحصل. انا في رايي انه الحلول اللي دايما الحكومه بتلجا ليها من فكره التعامل مع المتاح بدون النظر لسياسات محتاجه انها تتغير، خاصه في الضرايب، امر لم يعد مقبول. وعلى فكره في مصر اكتر ناس بتدفع ضرايب هم الموظفين، واللي اجورهم واضحه ليه؟ لان هو عشان عارفين بياخدوا كام يعني. لكن الغني والثري ده في الاغلب بيبقى عنده اكتر من وسيله انه يخفي ثروته، وانه تعرف يعني تسيطر عليها وتاخذ منها. وبالتالي هنا اللي بقول عليه انه في هذا الوقت وفي هذا التوقيت من عليه ان يتحمل الفاتوره هم الاكثر غناء بطرح الطبقات المتوسطه والفقيره.